بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنونه البليغة، وما زلنا في أقسام التوكيد، واليوم نتكلم على القسم 16 وهو التفسير، وتفعله العرب في مواضع التعظيم، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني إيه بقى القيوم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم دي يعني القيوم، فهمت بقى إزاي؟ يبقى فسرها لك على طول، فهمت؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. قال البيهقي في شرح الأسماء الحسنى: قرأت في تفسير الجنيدي أن قوله لا تأخذه سنة تفسير للقيوم، وقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. الإنسان هلوع، إيه علامات الهلع بقى؟ إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. يبقى كأنه شرح لك الهلع في صفتين، إنه عند الشر يبقى إيه؟ يبقى جزوع، يعني غير صبور، لا يصبر عند الشر وعند البلاء يعني، وإذا جاءه الخير منعه عن غيره. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعدهم إيه؟ لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى لهم مغفرة، ده إيه؟ تفسير للوعد، فهمت بقى؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعدهم إيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض. تفسير للوعد وتبيين له، لا مفعول ثان، فلم يتعد الفعل منها إلا إلى واحد. وقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إيه هو المثل بقى؟ خلقه من تراب، فقال له إيه؟ ثم قال له: كن فيكون. فخلقه تفسير للمثل، زي ما خلق آدم من تراب خلق عيسى بغير أب. إيه اللي قال ده؟ اللي قال لده كن فيكون يقول لده كن فيكون، إيه المشكلة عندكم؟ فهمت؟ وقوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب. إزاي؟ يذبحون أبناءكم، يستحيون نساءكم. يبقى يذبحون هنا وما بعد تفسير للسوم، وهو في القرآن كثير. قال أبو الفتح بن جني: ومتى كانت الجملة تفسيرا؟ لم يحسن الوقف على ما قبلها دونها، لأن تفسير الشيء لاحق به ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه، كالصلة من الموصول والصفة من الموصوف، وقد يجيء لبيان العلة والسبب، كقوله تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يبقى وليس هذا من قولهم، ما بيقولوش إيه؟ إن ربنا يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما بيقولوش كده، لا. يبقى ولا يحزنك قولهم، دي يعني كفرهم بك، واخد بالك إزاي؟ وأن الله لا يعلم كثير مما يخفون، هذا الذي يحزنك، لكن لا يحزنك هذا يا حبيبي، وقف لازم. وبعد كده نقول ايه؟ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وليس هذا من قولهم، وإلا لما حزن الرسول، وإنما يجيء به لبيان السبب في أنه لا يحزنه قولهم، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنه هم الحزن من كلامهم، فبيقول له: لا ايه؟ لا بأس عليك يا حبيبي، فأنا أعلم ما يسرون ويعلنون، اتركوا أمرهم إلي.
وكذلك قوله ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هم ما قالوش العزة لله جميعا، فاهم؟ ولا يحزنك قولهم، وعشان كده تملي يحط لك ايه ميم، اللي هي ميم ايه مفروض الوقف، يعني الوقف لازم والا المعنى يختل. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا. ولو جاءت الايتان على حد ما جاء قوله تعالى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم لكانت ان مفتوح، لكنها جاءت على حد قوله وبعدين في سقط كده، واخد بالك؟ لكن هي جاءت استئنافا، يعني هو في سقط في المخطوطة، لكن هو مفهوم ان هي جاءت على سبيل الاستئناف بان المكسورة الهمزة التي تدل على استئناف معنى جديد، فهمت بقى ازاي؟ لكن ان دي تدل على ايه؟ تعلقها بالمعنى الاول او علة للمعنى الاول. فائدة: قيل الجملة التفسيرية لا موضع له من الإعراب، وقيل يكون لها موضع إذا كان المفسر موضع ويقرب منها ذكره تفصيلا، كما سبق في قوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقوله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. القسم 17: خروج اللفظ مخرج الغالب. أحيانا يأتي اللفظ بمخرج الغالب وليس تقييدا إيه وشرطا في الحكم، ولكن جاء على إيه؟ على سبيل الغالب، زي مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طب افرض لم ترد تحصنا وهي موافقة على البغاء، يبقى تخليها تعمل؟ برضو لأ، فهمت بقى إزاي؟ يبقى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء مطلقا، سواء أرادوا تحصن أو ما أرادوش، لكن قال لك إن أردنا تحصنا يعني على سبيل الغالب، إن في الغالب إيه هم بيكرههم على فعل ذلك في الغالب الأعم، وليس إيه شرط إيه الحرمة هي إيه الإكراه، ولكن فعل البغاء نفسه حرام بغض النظر عن الإكراه أو عدم، سواء كان بالإكراه أو كان إيه بالاختيار. خروج اللفظ مخرج الغالب كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بنت الزوجة المدخول بيها تحرم على من دخل بأمها حرم التأبيد لأنها صارت كبنته، سواء كانت في حجره أو ليست في حجره، سواء يعني متربية معاها في البيت أو كانت قاعدة في حتة بعيدة عنه. أمال إيه والتي في حجوركم؟ على سبيل الغالب الأعم إن المرأة لما بيكون عندها أولاد وتتزوج رجل آخر بتاخد أولادها معاها وتربيهم فبيبقوا في حجره، ده على سبيل الغالب ولكن ليست شرطا في الحكم، واضح؟ يعني لو لم تتربى حتى في حجره فبنت الزوجة المدخول بها يحرم على الرجل أن يتزوجها، فهمت إزاي؟ على التأبيد. يبقى جاء إيه التي في حجركم هنا جاءت إيه على سبيل مخرج الغالب، إن غالبا ما يكون أولاد الزوجة معها تربيهم مع زوجها الجديد، فهمت؟ ده في الغالب الأعم لأن الحضانة للأم. فإن الحجر ليس بقيد عند العلماء، لكن فائدة التقييد تأكيد الحكم في هذه الصورة مع ثبوتي عند عدمها برضو، ولهذا قال بعده فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وما جابش سيرة الحجر بقى تاني، ولم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم، فدل على أن الحجر خرج مخرج العادة. واعترض بأن الحرمة إذا كانت بالمجموع فالحل يثبت بانتفاء المجموع، والمجموع ينتفي بانتفاء جزئه كما ينتفي بانتفاء كل فرد من المجموع. وأجيب بأنه إذا نفي أحد شطري العلة كان جزء العلة ثابتا فيعمل عمله. فإن قيل لما قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن،
قال في الآية لما قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال في الآية بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى في قراءة أحل وأحل. علم من مجموع ذلك أن الربيبة لا تحرم إذا لم يدخل بأمها. يعني لو واحد عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها له أن يتزوج بنتها طالما ما دخلش بيها، فواضح إزاي؟ لكن لو عقد على البنت ولم يدخل بها حرمت الأم على الإطلاق سواء دخل ولا ما دخلش، فهمت بقى؟ يبقى العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، قواعد كده لازم تعرفها عشان تشتغل مأزون. فبيقول هنا ايه، علم من مجموع ذلك أن الربيبة لا تحرم إذا لم يدخل بأمها، فما فائدة قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم؟ قيل فائدته ألا يتوهم أن قيد الدخول خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط، كما في الحجر المفهوم إذا خرج مخرج الغالب فلا تقييد فيه عند الجمهور، خلافا لإمام الحرمين والشيخ عز الدين بن عبد السلام والعراق، حيث قالوا إنه ينبغي أن يكون حجة بلا خلاف إذا لم تغلب، إن لم تكن غالبا يعني، لأن الصفة إذا كانت غالبة دلت العادة عليها، فاستغنى المتكلم بالعادة عن ذكرها، فلما ذكرها مع استغنائه عنها دل ذلك على أنه لم يرد الإخبار بوقوعها للحقيقة، بل ليترتب عليها نفي الحكم من المسكوت. أما إذا لم تكن غالبة أمكن أن يقال إنما ذكرها ليعرف السامع أن هذه الصفة تعرض لهذه الحقيقة. وبعدين ممكن نقول بدل المناقشة دي كلها اللي بيبين إن إيه، إن سواء كانت في الحجر أو في الحجر لا يؤثر إجماع المسلمين، الإجماع في حد ذاته يخرج الاحتمال، حتى لو الآية فيها احتمال نروح لإجماع المسلمين، فهم المسلمين على مر العصور بقالهم 14 قرن فاهمينها ازاي، فاهمينها كده، يبقى ما يجي لك مش مفكر يقول لك ان الايه تحتمل. تحتمل ايه يا استاذ؟ يعني انت هتفهم اكتر من الصحابه والتابعين وتابع التابعين والفقهاء الاربعه والفقهاء التلتمية والعلماء اللي على مر العصور، جاي لي انت يا مفكر تفكر فتخالف؟ فهمت بقى ازاي؟ يبقى الاجماع في حد ذاته رافع للاحتمال كمان، إجماع الأمة بغض النظر عن النظر في الآية نفسها. يعني الآية الآية في الألفاظ فيها احتمال إن يبقى ده خرج مخرج الغالب أو شرطا في الحكم، تحتمل وتحتمل. طب أنا أقيدها إزاي إن هي خرج مخرج الغالب وليس شرطا؟ إجماع الأمة العمل، الإجماع العملي، فهمت بقى إزاي؟ ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طب افرض قتلت العيال وأنا مش خايف من الفقر، خايف من العرة لحسن يقعوا في الإدمان أو يقعوا في الفتنة، فهمت إزاي؟ هل يجوز؟ أبدا. ولا تقتلوا أولادكم مطلقا خشية إملاق أو عدم خشية إملاق. بس ليه جاب خشية إملاق؟ لأن عادة العربي كان عايش في بيئة قليلة الطعام وقليلة المال، فكان غالبا ما يقتل أولاده مخافة أن يجوعوا، فهمت بقى ازاي؟ ادي كل الحكاية. يبقى جات برضو مخرج الغالب وليست شرطا. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. وقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فيبقى الرهن يكون في السفر بس، لا يجوز في الحضر كمان. طب وليه جابها في السفر هنا؟ لان غالبا في السفر لا تجد الشهود، في الغالب الاعم في الشهود قد لا يتوفر شهود العدول في السفر بسبب الغربة، فهمت؟ فجاء الرهن في السفر على سبيل أن غالبا ما يحتاجه الإنسان في حال السفر أكثر منهم في حال الحضر، ولكن ليس السفر قيدا في مشروعية الرهن، بل يجوز الرهن في الحضر أيضا. وجوزوا أن الرهن لا يختص بالسفر، لكن ذكر لأن فقد الكاتب يكون فيه غالبا،
فلما كان السفر مظنة إعواز الكاتب والشاهد الموثوق بهما، أمر على سبيل الإرشاد بحفظ مال المسافرين بأخذ الوثيقة الأخرى وهي الرهن. وقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. طب افرض مش خايفين ما نقصرش، فهمت؟ يعني قال لك تقصروا إن خفتم، طب افرض زال الخوف يبقى زال حكم القصر؟ قال لك لا، لأن الصحابة لما سمعوا الآية كده افتكروا أن الخوف شرط في القصر، فسألوا النبي فقال النبي لهم إيه؟ إنها رخصة أو صدقة تصدق الله لكم بها، فافعلوها في الخوف وفي الأمن. فصار الإنسان يقصر صلاته في السفر سواء كان في أمن أو في خوف. والقصر جائز مع أمن السفر، لأن ذلك خرج مخرج الغالب لا الشرط، وغالب أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تخلوا من خوف العدو. لأن النبي أيام إيه زمن النبي كان كل العرب وكل إيه الكفار متربصين بالمسلمين، فما كانوا يجوا يسافروا يبقوا خايفين لحسن يحصل إيه، يحصل هجوم من الأعداء عليهم، فهمت؟ لكن بعد كده لما آمن الطريق وانتشر الإسلام زال الخوف وبقي حكم القصر. ومنهم من جعل الخوف هنا شرطا إن حمل القصر على ترك الركوع والسجود والنزول عن الدابة والاستقبال ونحو، لا في عدد الركعات، لكن ذلك شدة خوف لا خوف، وسبب النزول لا يساعده. وكقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني إيه؟ يعني تكاتب العبد الرقيق عندك على أقساط على أن يحرر نفسه، وجاء الشرع بالتشوف إلى العتق، فقال إن علمتم فيهم خيرا يعني قدرة على السداد. طب افرض أنت عايز تتبرع وإيه وتكاتبه حتى لو ما كانش عنده قدرة على السداد تبرعا منك، يجوز. يبقى إن علمتم فيهم خيرا هنا يعني إيه، ليست شرطا في المكاتبة، بل لك أن تكاتبه حتى لو علمت أنه لا يستطيع السداد من باب التبرع، إيه، لتشوف الشارع للعتق. ونقف على القسم 18 غدا وهو القسم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.